تطورات كثيرة من عالم التكنولوجيا قاعدين نشوفها هذا الأسبوع، وبدايتها مع تقنية الـ NFT. ويا ترى هل كل ما نملكه قابل للاستبدال وله قيمة مادية؟ طبعا تعلمنا أنه كل شيء له قيمة، ولكن ممكن ما يكون قابل للاستبدال. مع العالم الرقمي ظهر ما يسمى بتقنية الـ NFT، وهو اختصار لرمز غير قابل للاستبدال. لكن يا ترى إيش هو هذه التقنية، وليش مواقع التواصل ضاجة بها هذا الأسبوع؟ هنتعرف على كل التفاصيل وكل النقاط مع الخبير التقني عبود خضر شاه. يسعد لي صباحك. يا مرحبا، الله يسعد صباحي. بداية أول يعني بشكل شخصي، وأكيد كل المشاهدين بيعرفوا إيش هي تقنية الـ NFT. تقنية NFT أو بيسموها non-fungible token، أو مثل ما قلتي حضرتك رمز غير قابل للاستبدال، هي تقنية بتسمح لأي أصل رقمي مثل صورة أو فيديو أو أي شيء ممكن أنت بتعمليه أو بتملكيه يكون قابل للتبادل وليس للاستبدال. مثلاً العملات الرقمية هي شيء قابل للاستبدال لأنك بتبدليها بأي شيء بيشبه قيمتها، يعني ممكن نشتري فيها دولار أو ممكن نشتري فيها ذهب. بس الـ NFT هي عمل قابل للتبادل، يعني بتشتريها مثل ما هي. فيك تقولي كأنك رحت شفتي الموناليزا، لوحة الموناليزا شفتيها وعجبتك بس انت ما بتملكيها. حلو. الصورة عندك بالبيت هي إلك، انت بتبيعها لك. الصوت شوي قاعد يقطع، بس اللي أفهم منك إنه هي عبارة عن صورة، وإنه هذه الصورة ما يمكن استبدالها، صح كذا؟ لا يمكن استبدالها، بل يمكن تبديلها بمبلغ احنا منقرره. حلو. يعني في حل ليها، مو زي ما أنا فهمتها أول حاجة فكرت إنه غير قابلة أصلاً إنه للبيع أو غير قابل، لكن بإمكاننا استبدالها وحيكون برضو فيها استفادة. إيش أشكال الـ NFT طبعاً الموجودة اللي يمكن كمان بيعها أستاذ عبود؟ هلا الـ NFT ممكن يكون أي شيء من أصل رقمي، يعني مثل صورة أو فيديو أو GIF أو أي شيء ممكن أنت تعمليه على الكمبيوتر. أي صورة ممكن تخلقيها على برامج مثل الرسام أو البين، فيكي تعملي صورة وتعرضيها للبيع بمبلغ مليون دولار، أنت حرة. وإذا في حدا حابب يعطيك مليون دولار حقه فيعطيك حقه. يعني في مجال إنه الواحد يبيعها، خصوصا مع ميتافيرس، أقصد مكملات أو إكسسوارات رقمية معينة. طبعا اللي قاعد يتابعنا اليوم مهتم إنه ينشئ رمز مميز غير قابل للاستبدال. يعني إيش خلينا نقول الفائدة اللي يحصل عليها، وكيف ممكن ينشئ رمز، أو الخطوات اللي لازم نعملها؟ هلا إنشاء رمز NFT شغلة كتير سهلة بسيطة جدا. أول شيء لازم يكون عندنا نحن أصل رقمي نحن عاملينه، إن كان صورة أو فيديو، بنملك حقوق بيعه. في العديد من المنصات بتسمح أنه نعرض نحن الأصول الرقمية أو الصور الرقمية أو المواد الرقمية اللي بدنا نبيعها مقابل رسوم معينة نحن بندفع لهم إياها عن طريق الكريبتو أو العملة الرقمية. أغلب المتعاملين بالـ NFT بتعاملوا بعملة رقمية اسمها إيثيريوم. هلا المنصة الوحيدة حاليا اللي انا بعرفها اللي بتسمح لعرض الـ NFT مجانا والبيع مجانا هي اسمها الاوبن سي. فينا نحن مثلا اذا انا اليوم رسمت صورة على برنامج الرسام حطها على اوبن سي وببيعها. الـ NFT بيندمج فيها تكنولوجيا البلوك تشين اللي هي بتعطيها رقم خاص فيني، بيصير ما حدا بيملكها غير انا، وممكن بادلها بعملة رقمية ثانية مثل الايثيريوم. يعني ممكن احط انا بدي سعرها 10,000 إيثيريوم وبيعها على أوبن سي. حلو. خلينا كمان نشوف إيش اللي قاعد يصير في اليابان أستاذ عبود. سمعت عن الروبوت اللي يفكر، بس هل يعقل هذا الشيء؟ يعني هل فعلا في يعني موجود هذا الروبوت اللي يفكر؟ حديث الساعة بأوساط التكنولوجيا اليوم هو أنه المخابر اليابانية قدرت تخترع أعصاب شبيهة بأعصابنا بالمخبر ويركبوها بروبوت صغير. فعلياً هو روبوت، بعد روبوت ناشئ بسيط، مهمته الوحيدة هي تفادي الحواجز. يعني نحن كيف لما نشوف باب ما نفتحه مشان ما نضرب فيه، الروبوت صار قادر يميز بين الحواجز والأبواب ويبعد عنهم، وبيقدر يتنقل بمتاهة صغيرة مثل طريقة تفكير البشر. لما نعرف أنه لازم نروح يمين لازم نروح يسار بالضبط، من دون أي حساسات أو سنسرز أو أي شيء. وهذا بيساعدهم طبعا هلا بتطوير الروبوتات اللي بتقدر
بتأيقن المحيط اللي نحن فيه وكيف تتعامل مع البيئة اللي نحن بنعيش فيها. أنا بس يعني كيف بيتم تعليم الذكاء للروبوت؟ يعني أحس إنه شيء كده خارق صراحة، يعني أو الذكاء الصناعي، يعني هذه أشياء أحسها فوق الخيال يعني، بس سبحان الله بيصير وقاعدين نشوف فعلا على أرض الواقع. صحيح كلامك. هلا الموضوع صار شوي أعقد من الذكاء الصناعي، وصار عم يدخل فيه أعصاب بشرية معمولة بال، يعني صرنا عم ندمج الأعصاب مع يا ماما الروبوت. ناطرين الواتس نيكست مثل ما بيقولوا. صحيح. يعني بحكم إنك خبير ما شاء الله عليك، هل الروبوت ممكن يكون فعلا حيحل محلي في يوم من الأيام، يكون بديل مثلاً لي، يكون بديل لوظائف؟ إحنا دائماً يمكن جات فترة علينا خفنا من حدوث هذا الشيء، بس زي ما قلت قاعدين نشوف أشياء فعلاً ممكن توصلنا لهذا. صحيح كلامك. هلا في العديد من مراكز الأبحاث بتقول إنه الروبوتات رح تأخذ العديد من الوظائف بحلول 2030. هلا كلمة روبوت مو يعني يكون هاردوير، ممكن يكون عبارة عن برنامج أو سوفتوير. صحيح. بأتمت العمل اللي نحن بنعمله. في كتير وظائف بيقولوا، أنا ما شفت وظائف اختفت، بس في وظائف بيقولوا أنه ممكن تختفي، مثل وظيفة الرد على الهاتف. هلا بتلاقي في ماشينز بترد على الهاتف وبتخدمك. روبوتات مثل البنوك بشكل عام، فوظيفة الرد على الهاتف أو خدمة العملاء على الهاتف شوي بلشت تختفي. صحيح. فهي طبعا لازم نخاف، بس لازم نطلع الشيء الايجابي بالموضوع. لا احنا ما نخاف، احنا نحاول انه فعلا الواحد لازم يطور من نفسه ويعاصر كل ما هو جديد علشان يكون كمان يقدر ينافس الروبوت وما ياخذ مكانه. انا سعيده بوجودك معنا اليوم استاذ عبود خضر شاه، كل الشكر لك لوجودك معنا، وسهل علي كده التفاصيل الـ NFT، وكنت معقدتها طلعت بسيطه.